مرحبا، اهلا وسهلا فيكم، سلام بالجميع في حلقه جديده من احكي لي عن بلدي. وكم جميل ان اتكلم عن فلسطين، فلسطين الحبيبه التي كلنا نعشقها. انا محدثكم جمال الشريف، واليوم سنستضيف شابه من شباب مدينه القدس، اولئك الشباب الذين دافعوا من اجل الشيخ جراح، حي الشيخ جراح وحي سلوان. سنتحدث معها عن كامل القصة لأنهم هم من أرض الواقع، سيحدثون عن هذا الحي، حي الشيخ جراح وحي أيضا أو منطقة سلوان، وهو ليس حي، هو عدة أحياء. ستحدثنا عن تاريخه، عن مكانه، موقعه الجغرافي، ولماذا يحدث تهجير ويحدث أيضا مضايقات لسكان هذه الأحياء في مدينة القدس. رحبوا معي بالبطلة التي أتشرف أن تكون معي اليوم، الأخت آلاء سلايمة. أهلا وسهلا فيك يا آلاء. أهلا وسهلا فيك، تحياتي. أنتم شباب الإنترنت، شباب السوشيال ميديا، الذين استطعتم أن تغيروا نظرة العالم لقضية القدس وتوضحوا قضية الشيخ جراح وقضية سلوان بشكل كبير. ولكن للأسف يا آلاء، أبلغك أننا ما زلنا نجهل الكثير عن هذه الأحياء وعن المأساة التي تواجهونها. بدي أول شيء تعرفي الناس عن نفسك، من هي آلاء؟ آلاء سلايمة هي، أنا فتاة فلسطينية مقدسية، تخرجت من الجامعة قبل سنتين، درست أدب إنجليزي، مش تخصص الإعلام. هاي الفترة عم بشتغل إعلام لأنه واجب على كل حدا صار بالقدس يكون صحفي وإعلامي وينشر ويوصل القضية. فأنا من سكان حي الشيخ جراح، وبيتي من البيوت 28 المهددة بالتهجير، فصار واجب علينا كلياتنا نتحد كشباب من الشيخ جراح وشباب القدس وفلسطين، نتحد مع بعض ونوصل قضيتنا ونوصل صورتنا. ألا أنت ومنى الكرد ومحمد وغيركم من الشباب أصبحتم رمز للشيخ جراح، لماذا بدأتم بالإعلام أو السوشيال ميديا والتيك توك والإنستغرام؟ لماذا بدأتم بهذه الطريقة؟ هل لأنه الإعلام المغيب عن قضيتكم، الإعلام التراديشنال أو التقليدي، هل هو مغيب عن هذه القضية؟ فعلياً هلأ السوشيال ميديا هي سلاحنا الوحيد إحنا كمقدسيين وفلسطينيين. الكيان الصهيوني إلى سنوات بدفع مليارات الدولارات ليلمع صورته عند دول الغرب ويبين أنه هو دولة سلام وديمقراطية، ولكن إحنا حالياً عم نورجي الوجه الحقيقي للاحتلال. فالصحفيين فعلياً بيجوا خلال هاي الأحداث عملوا واجبهم وزيادة، بس هم كمان مش بأمان. يعني هم بيسووا وظيفتهم، هم مش مأمن عليهم، هم اعتدوا عليهم جنود الاحتلال، اعتقلوهم عدة صحفيين وصحفيات. فصار واجب على كل شاب بيقدر يكون بالميدان ويصور يوصل الحقيقة يكون. وفعليا فيش السوشيال ميديا تكون سلاح بإيدنا. احنا قضية حي الشيخ جراح مش جديدة، سنوات إلها، أكثر من 50 سنة قضية حي الشيخ جراح، من 56 امتى هلأ؟ ما يعني كنا نحكي عن قضية، كان في من 2008 تهجروا أول ثلاث عيال، وصار في يعني القضية كانت محلية وفي تغطية إعلامية عادي. إحنا عارفين إنه إحنا في وسط دولة محتلة وغريمنا القاضي، يعني محكمة الاحتلال لا تسمن ولا تغني من جوع إذا قدمنا لها. الإعلام اللي عنا يعني كنا بحالة من اليأس، إنه إيش ما يعملوا، مين متطلع علينا؟ أنه الآن فينا ولا متذكر القضية الفلسطينية، ولا متذكر إنه في لسه هون، يعني مش صار في نكبة ونكسة وبعدها خلاص الفلسطينيين استقروا. لا، الفلسطينيين اللي بالشتات بيعانوا، إحنا هون عم نعاني، بصير في جرائم حرب حقيقي وما حدا بتطلع علينا ولا حدا بيعرف عنها. وحتى لما بدنا نحاول نوصل إيش عم بصير، بتم اعتقال أي شاب، أي صبي، أي إنسان بحاول بس يوصل وجه الاحتلال الحقيقي. فالصحفيين نظر في نعم. أنتوا أهل القدس لكم يعني خاصية في المعاناة، يعني احنا بنحكي معاناة اهلنا في الداخل الفلسطيني المحتل 48، لهم
قضية ومعاناة في محاولة تغيير الشخصية والهوية الخاصة بهم. إخواننا في الضفة الغربية لهم معاناة خاصة، في قطاع غزة لهم معاناة خاصة، لكن أهل القدس أنا بتوقع أنهم بيعانوا كل هاي المعانيات مع بعض مجتمعة في بوتقة واحدة. أنتم كما يقال لا هناك ولا هنا زي ما بحكوا. حكينا عن معاناتكم أنتم كسكان القدس بشكل عام. سكان القدس فعليا هم عايشين تحت سياسة الشغل عن نفسية. هم إسرائيل أو الكيان الصهيوني فشلت أن تكون إسرائيل وأنه يكون لها دولة عنا على أرض فلسطين. هم بحاربونا نفسيا بالضرائب، بالمعيشة الغالية. أنت إذا بتحط ستوري على الإنستا ولا بوست على فيسبوك بتم اعتقالك تاني يوم إذا بتحكي عن رأيك، وما بيحكوا إحنا دولة ديمقراطية. إحنا هون بس تحكي كلمة ضد الاحتلال بتم اعتقالك. المعيشة صعبة، رخص بناء يعني شبه مستحيل تاخدها بالقدس. الأسعار الشقق يعني إحنا بنحكي هما بدهم أشيانا نبني بشكل مخالف، هم أصلا مش معطينا أي رخصة نبني. في المستوطنين بيجوا بيسرقوا بالبيوت وبيعيشوا فيها بدون أي مساءلة قانونية. إحنا فيش مجال نبني بالقدس، فيش مجال نعيش بالقدس. يعني نيويورك عادي بيجي، عادي من نيويورك بيجي بسكن عندكم بس. هي الحكومة سرقت له بيت وقعدته، وكل المستوطنين اللي هون موجودين عندنا في حي الشيخ جراح في أحياء سلوان فعليا هم أجوا من أثيوبيا وأوكرانيا وروسيا وأمريكا وأجوا على بلدنا. دولة الاحتلال سرقت هالي بيوت وطنتهم فيها من قبل، يعني حسب ما شفت بعدة مواقع بيكونوا معلنين عن بيت من بيوتنا كفلسطينية ومقدسيين بدول الغرب إنه هاي في بيت بفلسطين للي بده يشتري. الناس اللي بيشتروا هاي البيوت أو بيجوا بيحكوا إنه بدنا نيجي نسكن بهاي البيوت بكونوش عارفين إنه انقتل صاحب البيت، اتهجر من بيته، أولاده تم اعتقالهم وهم بيدافعوا عن بيتهم. بكونوش عارفين الصورة هاي. الاحتلال بيعلن في بيوت فاضية فش فيها ناس وتعالوا تعالوا اسكنوا فيها. هلأ المستوطنين اللي ساكنين بالحي بندفع لهم مليارات الدولارات عشان بس يضلوا قاعدين بالبيت، فش عندهم أي وظيفة غير إنه نسائهم آلات إنجاب حرفياً هاي الكلمة. كل سنة بكون عندهم طفل جديد لزيادة عدد اليهود في القدس، ورجالهم بروحوا بيصلوا بالكنيس أو بوسط الحارة في سرقوا هم قديماً قبل 50 سنة قبر لحدا عربي من عائلة حجازي، وبيجوا بتعبدوا عند هذا القبر والمحيط اللي جنب القبر في بيت لعائلة الشنطي كانوا أهلها يعني أملاك غائبين. القبر هذا اللي بيحكوا عنه هو قبر رجل دين يهودي ابدا ابدا ابدا. حتى علماء الاثار اجوا فحصوا القبر بيحكوا لك هذا قبر لحد عربي، مش مهم، المهم نصلي فيه. سرقوا القبر بيصلوا فيه، بيصلوا على واحد عربي. بعدين في بفلسطين يمكن اكثر من 3 أو 4 بور باسم شمعون صديق. هلا القبر هذا هم مسمينه شمعون صديق ومسمين المنطقه على اسمه. ففي بفلسطين يمكن 3 4 5 قبور لشمعون صديق، بتعرفش كم من جزء له مدفون بفلسطين، وبيحكوا لك هذا قبر لحدا يهودي. جنب المغار أو القبر اللي بيجوا هم بيصلوا فيه كان قديما في بيت لعائلة الشنطي، ما كانوش موجودين بالبيت، دخلوا تصلبطوا على البيت سرقوه قعدوا فيه. فالقبر والمحيط والبيت هذا كلياته مغارة، هم بسموها مغارة الصديق شمعون، بيصلوا فيها. فإسلامهم بيطلعوا بينزلوا هاي المغارة بيصلوا بتعبدوا كل الأوقات أعيادهم، بس يكون في أعياد فعليا حي الشيخ جراح كله بتسكر عشان أعيادهم يحتفلوا، بيكون آلاف منهم موجودين بالحي وجوه المغارة. وهذا طبعا بدون أي مساءلة، بتكون جنود الاحتلال موجودين عشان يحموهم. وانتوا برمضان تعرفوش تفطروا بشارعكم؟ احنا حتى اذان الفجر بفتره من الفترات قعدوا يحاربوه انه بيزعجهم الساعه 4 الفجر، بس هم بضلوا ل 12 و1 بالليل مشغلين اغانيهم ويرقصوا ويغنوا احتفالاتهم اعيادهم. 3-4 ايام بتسكر الحي كلياته عشان اغانيهم واعيادهم، والبلديه بتكون قاعده بتحمي فيهم والشرطه، ف متصلبطين على المكان. طب الان لو تحكي لنا شويه جغرافيا، يعني احنا خاصه المغتربين يمكن سمعنا جديد بحي الشيخ جراح، وللأسف يعني أنا بحكيها ولكن 70% بديش أحكي عمم، الشيخ جراح وسلوان نعرف أنهم بالقدس ولكن ما حدا عارف ليش شو أهميتهم. فلو تحكي لنا جغرافيا
يعني أنا شايف الآن في هذه البلدة القديمة، صحيح؟ صحيح. وهي الأقصى، وين الشيخ جراح بيجي الآن؟ أنا مش شايفة بالضبط الخريطة. أنا الشيخ جراح، بس الشيخ جراح هاي الشيخ جراح شمال الأقصى، يعني شمال المسجد الأقصى، قريب جدا من المسجد الأقصى. أنا من هون للمسجد الأقصى، يعني من الشيخ جراح للمسجد الأقصى يعني 10 دقائق إذا مشي، إذا بمشي ماشي بدي 10 دقائق. كتير جدا قريب بالحي الشيخ جراح من المسجد الأقصى. والمخطط الصهيوني هو تهويد القدس، بدهم القدس، باب العمود، الأحياء القريبة من المسجد الأقصى تكون مهودة. كان مخططهم ب2020 تهويد القدس كاملة، تحقيق حلمهم القدس الكبرى، ولكن بس بسبب صمود المقدسيين هم مش واصلين لهدفهم لهلأ، ولا رح يوصلوا بإذن الله. مثل ما انت شايف عندك بالخارطة قدية قريب حي الشيخ جراح، يعني يمكن 1 كيلومتر قريب حي الشيخ جراح من المسجد الأقصى، جدا قريب. كمان سلوان، هاي المستشفى، مستشفى جوزيف عندكم بالحي، صح؟ صحيح صحيح، فوق بيتنا يعني جدا قريب. يعني ماشيا على الأحلام بدنا 10 دقائق بنكون بالمسجد الأقصى. والجامعة العبرية هاي تعتبر جزء منه ولا لا؟ الجامعة العبرية يعني فوق الشيخ جراح، فوق حي الشيخ جراح، الجامعة العبرية يعني 15 دقيقة أو 3 دقائق بالسيارة بنكون بالجامعة العبرية. فجدا قريب، وهم هدفهم أصلا تهويد القدس وأحيائها، محيط البلدة القديمة. يعني بمرة من المرات أنا كنت على سور القدس من فوق، داخل السور، البيوت اللي تحت السور من الداخل سارقينها يهود، شفتهم كيف عم بدرسوا معهم أطفال. يعني هم بيحاولوا جوا البلدة القديمة يستوطنوا قد ما بيقدروا، يسرق بيوت عم بيسرقوا جوا البلدة القديمة، وبدهم المحيط الخارجي، أي إشي قريب على المسجد الأقصى، باب العمود. حتى المشاكل اللي بتصير باب العمود هي لترهيب وتخويف الشباب يبطلوا يجوا على باب العمود، تهويد لباب العمود. يعني بكرة رح يكون في مسيرة للمستوطنين، مسيرة اللي هو توحيد القدس اللي كان مفروض قبل يحتفلوا فيها، وكل سنة بتتسكر كل القدس لا يحتفلوا هم بعيد توحيد القدس. بكرة باب العمود شو لهم هم فيه؟ أي صلة لهم فيه؟ بكرة بدهم يجوا يبلشوا مسيرتهم من باب العمود. هاد بس عشان يحكون إحنا موجودين، هينا فارضين سيطرتنا وقوتنا على كل أحياء القدس وفلسطين وباب العمود. طب احكي لنا القصة، كيف بدأت قصة، كيف ناس دخلوا وجلسوا في الشيخ جراح؟ أنت أجدادك ودار الكرد ودار الحارات هاي اللي صار فيها، شو اللي صار؟ كيف اجيتوا على الشيء هذا؟ 28 عائلة مهجرة من حيفا ويافا وصلوا للقدس بعد سرقة بيوتهم، أخذوا بيوتهم، طلعوهم من أراضيهم. تعرف الفلاح الفلسطيني زمان كان عنده هالبيت، الأرض يزرع ويقلع ويأكل يعيش بهالبساطة هاي. طيب. بعد 48 فش ولا بيت ولا أرض، معهم كروت لاجئين، كارت لاجئ من الأونروا والمؤن. أغلى ما يملك اللاجئ الفلسطيني بوقتها أن يكون معه كارت مؤن. تم عرض بناء وحدات سكنية، بيوت لهدول اللاجئين. طبعاً مش كل اللاجئين بيقدروا يتنازلوا عن كارت المؤن، أو أنه يغامروا بهاي المغامرة أنه أتخلى عن كارت المؤن اللي بيأمن لي أكل، تعليم، صحة، أمان لأولادي. مش الكل، في 28 عائلة كانوا بيقدروا أنه يدبروا حالهم بدون كارت المؤن. كان الاتفاق بين الحكومة الأردنية والأونروا يتنازل اللاجئ الفلسطيني عن الكارت المؤن، مقابل أنه الأردن والأونروا يبنوا له هاي البيوت، 28 بيت سميت بهذاك الوقت وحدات حي الشيخ جراح الحضرية. حسب الاتفاقية كان أنه بعد 3 سنوات من حسن الجوار يتم تمليك اللاجئ الفلسطيني هذا البيت، حسب الاتفاقية بين الأردن والأونروا. وحصلنا جديد على ورقة من الأونروا بتثبت هاي الرواية الفلسطينية. هم كمستوطنين وجمعيات صهيونية واحتلال صهيوني بحكي لك هاي البيوت كانت إلنا. بال48 جبنا صور، هاي الأرض كانت بور، أرض فيها زيتون، ما في أي صوت، ما كان عليها إشي. بقول الأرض أنت أو جدك وأبوكي فعليا كانت، جبنا صور بتثبت انه بال48 هم بيحكوا هاي البيوت إلهم، ما كانش في بيوت من الاساس. بال56 اجت الحكومه الاردنيه والانروا بنت هاي البيوت
حسب الاتفاقية بعد 3 سنوات من حسن الجوار يتملكوا هدول 28 عائلة البيوت. ولليوم ما في 59 كان مفروض يكون معكم حجة، حجة ملكية، صك ملكية بيوتنا فعليا من الحكومة الأردنية، ولكن للأسف ما حصلتوا عليه. للأسف إحنا أصلاً هون مربط الفرس، إنه إحنا مطالب الحكومة الأردنية بصك ملكية بيوتنا لليوم. طبعاً هاي نقطة ضعف، فيش معك صك ملكية بيتك. بلشت الجمعيات الصهيونية تطالب أو تزور وراء وتحكي إنه هاي البيوت لإلنا بأي بدعم من مين. طلعت لهم حكومة الاحتلال إنه يحق لكم أنتوا كيهود تطالبوا بالعقارات الأملاك البيوت اللي كنتوا تملكوها قبل 48، بس أنت كفلسطيني ممنوع تطالب. يعني هي مش قبل 48، يعني هي لا حتى القانون هذا لا ينطبق عليها لأنه هي بعد 48. تماماً بالضبط. غير هيك إحنا كفلسطينية، يعني أنتوا بتحكوا دولة ديمقراطية ودولة سلام، ليش بتعطي حق لليهود يطالب بأراضي وأملاك مع إنه بال 48 ما كان هالنسبة الكبيرة لليهود بفلسطين، كانوا قلة قليلة. ولكن إحنا كفلسطينيين ما إلناش حق نطالب ببيوتنا وعقاراتنا، نطالب بالبيوت اللي بحيفا ويافا. بس بدي أسأل سؤال أنا سمعته من أحد المقادسة، إنه كل هذا الكلام اللي بنحكي عنه هو على البناء وليس على الأرض. الأرض صارت سلم تمسلم إنه ما بنقدر نطالب فيها، والموضوع على البناء صح؟ هلأ في بيوت كل الأرض لمين كانت تابعة؟ للحكومة الأردنية. تمام؟ فالبناء هذا اللي أقامته الحكومة الأردنية كان لإلها، يعني هم لا معهم ملكية أرض ولا معهم ملكية بيوت بناء، بس بيزوروا أوراق وبيقدموها للمحكمة، وهي محكمة تسن قوانين لخدمة الصهاينة والتهويد ودعم المستوطنين، وهي اللي بتجيب لنا إياهم أصلا من أمريكا وبريطانيا وأوكرانيا، بتجيبهم لعنا وبتوطنهم ببيوتنا، بيسرقوا بيوتنا وبيعطوهم إياهم. فهي بتسن قوانين، حكومة الاحتلال هي محكمة عنصرية فعليا، بتسن قوانين عشان توطن هدول المستوطنين في بيوتنا وأراضينا. فإحنا من لا نعول عليها حكومة الاحتلال، هي حكومة ومحكمة صهيونية وعنصرية. طب أول مرة تم إخراج حكيتي لي 3 عوائل، أي سنة كانت؟ بال2008 طبعا كان في سلسلة محاكم من عشرات السنوات، يعني بالسبعينيات بلشت الجمعيات الصهيونية تقدم أوراق لمحكمة الاحتلال بالمطالبة بهاي البيوت، فاستجابت لهم حكومة الاحتلال وبلشت تعطيهم تبعت لنا كأهل حي أوامر بإخلاء البيوت. طبعا ما بيحكوا لك 28 بيت إخلاء، عشان لما بصير عملية تهجير قصري ما يكون لأكثر من 500 بني آدم. إحنا عايشين هون في الشيخ جراح، بس بتقسم المحكمة 4 بيوت مع بعض، أو مثلا في بيوت إلهم حالة تانية بتعطيهم بيت لحال عشان ما يصير ضجة إعلامية. أوكي. تماما. فبال2008 تم تهجير أول 3 بيوت. دنيا رمضان طلعوا الناس الساعة 4 الفجر، زتوهم بالشارع، الأطفال إيديهم اتكسروا بيمسكوا الولد وزتوه بالشارع. يعني كان في عن جد في إصابات، النساء محجبات تم رمهم بالشارع يعني كانوا نايمين الناس وزتوهم بالشارع بدون ولا أي شيء، ولا هوياتهم ولا أوراقهم ولا عفشهم ولا مصاريهم ولا أي شيء حرفيا. عفشهم بعتوا لهم إياه على مكان كتير بعيد عن القدس، وانتوا روحوا دبروا حالكم. الناس قعدوا 6 أشهر افترشوا الشارع، حطوا خيمة وعاشوا بالشارع. عائلة الكرد، عائلة الغاوي اللي هي 7 عائلات، وعائلة حنون 3 عائلات، يعني إحنا بنحكي عن 70-80 إنسان بيوم وليلة هيك لقوا حالهم بالشارع. بعد بشهرين بال2009 مش بعد بشهرين. طب إحنا وين كنا بال2008؟ ما بعرف، يعني أنا صراحة يعني أين الإعلام؟ غالباً الإعلام مسيس وليس إعلام حر، ولكن كانت التغطية الإعلامية محلية فقط، يعني الصحافة اللي كانت بتغطي الخبر، يعني كان في خيمة ما بعرف إذا سمعت بخيمة إم كامل الكرد، كان في أرض فاضية ما فيها ولا أي إشي، حطت المرة خيمتها وأجوا دفعوها، يهدوا لها الخيمة أكثر من مرة، يدفعوها مخالفات عشانها قاعدة بالشارع بخيمة، المتضامنين يعتدوا عليهم، الصحفيين يتم الاعتداء عليهم، ولكن كانت القضية محلية، ما كان في أي إعلام غربي يغطي الخبر.
ومن وقتها بطلع المحاميين على الحكومة الأردنية، على تركيا، على الأرشيف العثماني من تركيا أو الحكومة الأردنية، ولكن ما في أي نتيجة قريبة. جديد بس برمضان وصلنا عدة أوراق. بعد 2008 تهجير أول ثلاث عائلات، بال2009 أخذوا نص بيت عائلة الكرد الثانية اللي هي نبيل الكرد بنت محمد، نص بيتهم هذا بنوه، البيت صغير فبنوا كمان غرفة جنبه عشان يعني عائلة كبيرة وفي أولاد وناس بيتخلفوا، فعائلة بدها تتنفس. نقدم لرخصة بناء في القدس إشي مستحيل، بتدفع يعني تدفع كل إشي عشرات السنوات وعشرات المصاري، بتدفعهم ألاف، تدفع أنت مصاري عشان تاخد رخصة بناء إذا أعطوك بعد 10 سنين، وبدك تجمع كمان بلا عشان تدفع ثمن البناء. فالواحد خلاص صار يحكي بدك تخالف، بدك تخالف ببني بنا من هون خلاص بناء، أجا سكروا له البيت، أنت هذا بناء غير قانوني وغير مرخص. بعد بال2009 جابوا مستوطنين يسكنوا في بيت عائلة الكرد الثانية، ولليوم موجود المستوطنين في بيت منى ومحمد الكرد ونبيل الكرد. يعني لليوم جيرانهم، يعني هم بفوتوا بنفس المدخل وبنفس يعني فيش أي فاصل بينهم، نفس المدخل بطلعوا بدخلوا لبيتهم، الناس بسكروا جلالة لأنه بانيين غرفة كجزء من البيت فمفتوحة على البيت، فهم فعليا بسكروا بجلالة بينهم وبين المستوطنين. المستوطنين أول ما أجوا جابوا شباب وفي بنات في البيت، في صبايا، في المرأة محجبة عنا كما قدسية، فكانت حياة صعبة جدا. اللي اختلف حاليا هي السوشيال ميديا، اتغيرت قواعد اللعبة. يعني إسرائيل بتحاربنا على السوشيال ميديا، بدي على السوشيال ميديا. لا بس انتم ب 2008 تم تهجير اول ثلاث بيوت وفيها بعدين في صار تهجير ثاني بعدها بال 2009 نص بيت عائلة الكرد الاخرى 9، وبعدين هلا في الحي اول واحده بال 2008 ما بيقربوا لبعض بس كرد اوكي، والعائله الثانيه بال 2009. بعدها طبعا تم توزيع اوراق اخلاء على كل بيوت الحي 28 بيت كلياتهم، كل اربع بيوت لهم محكمه مختلفه. كان برمضان في لاربع بيوت محكمه اللي هي الكرد والحماد القاسم والجعوني، هذول لهم محكمه. بشهر 8 في محكمه لاربع عائلات اخرى لسه ما بنعرف شو راح يصير فيها. حاليا تم تاجيل محكمه، هلا اخر إشي صار انه خلص متوقعين ان هذول الاربع عائلات يتم اخلاءهم برمضان، اللي هم الكرد حماد القاسم والجعوني. فيش امل لهم، 12 سنه بقلبوا يعني هم شوي شوي بيحاولوا انه 3-4 عشان ما يصير عليها لا تسليط اعلامي ولا تسليط تماما. هم عارفين انه اللي بيعملوه جريمه حرب، انت عم بتهجر ناس من بيوتهم. حتى الشيخ جراح يقع في منطقة القدس الشرقية اللي هو اصلا مش يعني لا يحق لحكومة الاحتلال دوليا التحكم فيها. انت جيت كدولة محتلة على فلسطين وعلى القدس، هدول الناس كانوا ساكنين من قبل ما انت تجي، كيف بتطلعهم من بيوتهم؟ ما يعني قانونيا مش مسموح لهم لحكومة الاحتلال تشريد اي او تهجير اي انسان مقدسي فلسطيني من بيته، ما لهم سلطة. ولكن حكومة الاحتلال تضرب كل القوانين الدولية عرض الحائط، مش عاملة اعتبار ولا لأي قانون دولي. صحيح. طيب انت كنت بدك تحكي عن السوشيال ميديا والسلاح اللي استخدمتوه كسوشيال ميديا، تفضلي. السوشيال ميديا هي كان سلاحنا الوحيد. قبل فترة طلع كلب هاوس مع كورونا، بلشنا ندخل على يعني قبل 3 أشهر من ما تصير الضجة الإعلامية بلش نحكي للناس عن قضيتنا، في 4 عائلات رح يتهجروا خلاص فيش أمل، بس إنه هيك رفعت عتب نحكي إيش عم بصير معنا. كان في استجابة كبيرة، فلسطينيين الشتات صاروا يعني أنا تعرفت على كل فلسطينيين الشتات خلال هاي الفترة، حتى ناس أحرار شرفاء مش فلسطينيين ولكن ضامنوا معنا ساعدونا. صار في عنا جيش إلكتروني ضخم، بلشوا بحملة غيروا بروفايلكم، أنقذوا حي شيخ جراح، سيف شيخ جراح، انوعي الناس. حتى هم إحنا نحكي لهم القصص والقضايا اللي عم بتصير عنا وهم يضلوا بالرومز على كلاب هاوس ينشروا ويحكوا. بعدها من بداية الأحداث إحنا منصور وهم عم بنشروا، بترجموا لأكثر من 7 لغات، تم ترجمة المحتوى محتوى حي الشيخ جراح ونشرها، يعني إحنا منصور لهم هم دايركت.
بياخذوا المواد هاي بترجموها بنشروها، بيعملوا فيديوهات، بيعملوا بوستات تويتر فيسبوك، عم بنشروا، مش لحالنا صرنا، صار صوتنا مسموع. بس شفنا انه كل العالم عم بتضمن معنا، كسرنا تعاطف الناس واحنا حقيقيين، مش عم نمثل عليهم ولا عم نحكي لهم قصة خيالية ولا عم نعيط قدامهم انه تعالوا ساعدونا، لا بس بنحكي لكم ايش عم بصير عنا. والمشهد حرفيا كان بصير أقوى من كل كلمة كنا نحكيها. يعني هم بحالهم شافوا قنابل الصوت اللي تنزف علينا، المياه العادمة اللي كلياتنا تغرقنا فيها بنص بيوتنا، وما بتروح لشهر لتروح المياه العادمة من حالة من جسمك، من الأرض، من بيتك. فهم شافوا بعينهم إيش عم بصير عنا. واضح. طيب يعني أنتوا استخدمتوا هذا السلاح وكان هو السلاح الوحيد بين يديكم، ما كان عندكم أوكي. والحمد لله يعني أبدى مفعول كبير وردة فعل كبيرة، وإحنا عرفنا عنكم أنتوا الشباب عن طريق هذا هذه التطبيقات. طيب أنا بدي أنتقل الآن إلى منطقة سلوان. هو مش حي، هو عدة أحياء اللي فهمنا صح؟ ست أحياء من سلوان مهددة بالتطهير العرقي، بالتهجير القسري. يعني إحنا بنحكي عن أكثر من 7500 إنسان مهدد بالتهجير من بيته في أحياء سلوان. وقضايا سلوان أبداً مش جديدة، قضايا سلوان قديمة، ولكن حالياً هم أخذوا هيك أمل من اللي عم بصير عندنا في الشيخ جراح، شافوا إنه في استجابة، شافوا إنه المجتمع الدولي عم يعني سمع بقضية الشيخ جراح، صار عم ينحكم عن الشيخ جراح عن سلوان، شافوا الهبة الفلسطينية، توحدت كل فلسطين عشان الشيخ جراح، فبلشوا يحكوا عن إيش عم بصير عندهم بأحياء سلوان، واللي هم يعني دخل اليأس بقلوبهم لأنه جغرافيا. بعد إذنك بدي أبين، هاي الشيخ جراح يا جماعة وهي القدس القديمة وسلوان، هيها هاي سلوان، يعني هي سلوان لسه ملاصقة بالقدس القديمة صحيح؟ جدا 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 سلوان قريبة من المسجد الأقصى، بيوصلوا الناس باب الصباط يعني من سلوان مشي بيجوا على المسجد الأقصى. هذا هو باب الصباط ياس اللي هو دانج جيت ياس. وهذا بطن الهواء أول واحد، أحياء بطن الهواء أول واحد وأقرب واحد على المسجد الأقصى. نعم. هم مستهدفين كل المناطق القريبة من المسجد الأقصى، هم معنيين يهودوا القدس تصير القدس الكبرى. فسلوان فيها يعني أضعاف العدد والمساحة اللي عندنا في الشيخ جراح، علما إنه الشيخ جراح مش بس الحي اللي أنا ساكنة فيه اللي هو هلأ إحنا بنحكي له كرمي الجعوني، الشيخ جراح أكثر من 800 دنم، والحي الشرقي من الشيخ جراح اللي هو كرم إم هارون مهدد برضه بالتهجير، ولكن لسه الضوء الإعلامي مش مسلط عليه. يعني في عنا حي تاني بالشيخ جراح مهدد بالتهجير القسري، الشيخ جراح أكبر بكتير من الحي اللي إحنا فيه، بس هم ببلشوا حي حي مثل ما في بسلوان ست أحياء، في أحياء أخرى في الشيخ جراح مهددة بالتهجير القسري ولكن مغيب عنها. القصة بتتكرر عادي بحي حي، يعني هي نفس القصة ولكن المجني عليهم في أحياء مختلفة صحيح؟ صحيح. كل المقدسيين مهددين بالتهجير باللا أمان اللي إحنا عايشينه، كل المقدسيين بتم يعني فيش حدا عليه إنه أمان، إنه ما يتم اعتقاله، ما يتم تلفيق له تهمة، ما يتم تهجيره من بيته، ما في عليه ضرائب، ما في عليه مخالفات من قبل حكومة الاحتلال. طب سلوان متى بدأ المشاكل فيها؟ من 2008 كمان ولا قبل؟ لا 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 سلوان بتخيل أقدم من الشيخ جراح، ما بقدر أحكي لك تاريخ محدد، بس قضية سلوان برضو إلها يمكن 50 أو 60 سنة، إلهم قضايا بسلوان، محاكم بصير في مرة استئناف، تأجيل محاكم. أصلاً هم الجمعيات الصهيونية بقدم أوراق مزورة، فحكومة الاحتلال يعني لأنه هي اللي بتجيبهم بتسرق بيوتنا وبتعطيهم إياهم ماشية معهم، واللي هي أصلاً الأوراق لا تثبت ملكية أي حد. هم عندهم رواية توراتية ألفينها هم بيأمنوا فيها، وبيجوا بيدافعوا أو بيسرقوا بيوتنا على أساس روايتهم، يعني مش لأن هم عندهم أي دليل ملموس أو ورقة تثبت. هم خلص في حدا أحكى لي إنه واحد اثنين ثلاثة وأنا بدي أمشي عليه.
طب ليش لم يتم التركيز على سلوان مثل ما تم استخدام السوشيال ميديا في الشيخ جراح؟ احنا بلشنا كشباب شيخ جراح بفكرة السوشيال ميديا، استخدام السوشيال ميديا كسلاح ووسيلة أخيرة لإيصال صوتنا، لإيصال قضيتنا. نجحنا بهذا السلاح فعليا. كل العالم صارت تعرف شيخ جراح، أعضاء الكونغرس الأمريكي بيحكوا عن شيخ جراح بالأسم، عن الأقصى، عن باب العمود، بسبب السوشيال ميديا. سلوان ما كان عندهم هذا الأمل، لأنه إحنا من سنوات بتم اضطهادنا وممارسة جرائم علينا بدون أي أمل من إنه أي حدا يسمع صوتنا ويحكي لنا هاي إحنا موجودين لنسمعكم ونساعدكم ونسندكم. بس صار في هذا الشعب الفلسطيني كلياته توحد عشان الشيخ جراح، أهل سلوان أخذوا أمل إنه لا، إحنا في عنا سلاح جديد نبلش نحارب فيه، وبلشوا فعليا يحكوا عن قضاياهم، بلشوا يستخدموا السوشيال ميديا إنه شوف إيش عم بصير بسلوان، شوف إيش عم بصير بلفتة، بقرية بيتا، بجنوب نابلس. يعني خلال الأحداث هاي إسرائيل سرقت جبل بجنوب نابلس وبنت عليه مستوطنة بأسبوعين. يعني هم مش موفرين ولا أي إشي، هم مش موفرين ولا أي إشي بسلوان، بجنوب نابلس، بالضفة، بالقدس، بحاولوا يسيطروا على أكبر مساحة من فلسطين لإلهم. طب أنا بدي أسألك سؤال يمكن بسألوا أي واحد، بقول لك يا أخي أنتوا بعرض عليكم أموال وبقولوا لكم خدوا هاي ملايين واتركوا هالبلاد وروحوا اطلعوا على أوروبا على أي مكان، ليش ما بتوافقوا؟ لو إلك بسة حدا بسرقها منك رح تدافع عنها. هاي أرضنا وبيوتنا وأحلامنا وذكرياتنا اللي ملوش تاريخ ملوش مستقبل. يعني إحنا بدنا ندفن كل تاريخنا عشان هم ييجوا من بلاد الشتات يسكنوا بأراضينا؟ بأي منطق نجيب واحد من مش عارفة من أي بلد بيجي يسرق بيتنا ويقعد فيها؟ إحنا إذا ما عشناش بكرامة بدناش العيشة، نعيش بكرامتنا ببيوتنا بأراضينا، أراضي أجدادنا، بأي حق بأي منطق نعطي بيتنا وأرضنا لحد مستوطن. هم بحالهم ما عندهمش تاريخ، ما عندهمش أرض تلمهم، ما عندهمش دولة، بدهم يبنوا دولة على دولتنا، بدهم يبنوا حياة ووطن وتاريخ ورواية مزورة على تاريخنا وأراضينا وبيوتنا وذكرياتنا والهوية الفلسطينية يطمسوها والتراث الفلسطيني. بأي منطق؟ يعني الإنسان إذا ما عاش بكرامته ما يعيش. صدقت. الله يحيي البطن اللي جابك يا أم أنا. بدي رسالة منك للشباب الشريف اللي بحاول إنه يقف مع قضية فلسطين، سواء كان عربي، سواء فلسطيني، سواء مسلم، سواء مسيحي، أي شاب أوروبي أمريكي بقف مع هذه القضية، إيش بتحكي له وشو اللي بتطلبي منه؟ في ناس شرفاء وأحرار بينوا على هاي الساحة جديد شفناهم، وكل عمدار التاريخ في ناس شرفاء وأحرار حالياً إحنا شفناهم. هذول الناس الشرفاء والأحرار بمختلف دياناتهم وعقائدهم وجنسياتهم، إحنا هون معرضين يتم إبادتنا، اعتقالنا، ممكن نختفي، نبطل نوصل لكم. إحنا ما خلصنا، كملوا معنا، انشروا عن الشيخ جراح، حطوا سيف شيخ جراح، سيف سلوان، سيف لفتة، سيف بيتا، كل هاي الهاشتاجات والبوستات إيش عم تنشروا، هذا بيساعدنا إحنا نكمل. سياسة الكيان الصهيوني هي سياسة نفس طويل، وإحنا نفسنا أطول منهم، إحنا مستمرين. طالما فينا هذا النفس إحنا مستمرين، بس ممكن بيوم وليلة يتم اعتقالنا، نختفي، نبطل موجودين. إنتوا سلاحنا برا، إنتوا صوتنا برا، فكملوا المسيرة معنا، إحنا مش يأسنين، الأمل بالتحرير كبير عنا. يعني قبل سنوات ما كانش حدا يحلم بتحرير فلسطين، بيحاول الكيان الصهيوني دائما انه خلص اتعودوا، انتم دولة محتلة وناس محتلين وتعايشوا معنا. ابدا مش رح نتعايش، احكوا الكبار رح يموتوا والصغار رح ينسوا، احنا الصغار كبرنا وما نسيناش، فانتوا كمان تنسوناش، انتوا كمان ما تنسونا، ما تنسوا انه في شعب محتل، انه في دولة عم بحاولوا يطمسوها. تنسوش القضية الفلسطينية، إحنا مش ترند فترة معينة وخلص، لا، إحنا قضية عايشة ومش راح تموت، مش راح تموت،
بصمودنا وجودنا، صبرنا على وجود المحتل ومساندتكم انتم لما بتكون هاي صوتنا معكم بالأنشطة اللي بتطلعوها، بالمظاهرات، بإشي بتنشر على السوشيال ميديا. فعليا كل شركات السوشيال ميديا هي ضعيفة جدا، احنا اللي منكبرها واحنا اللي منصغرها. استغلوها صح بنشر قضية حقيقية إنسانية. استمروا، احنا ما خلصنا. أنا بدي أحكي لك، الله محيي الأرض اللي بتمشي عليها، والله محيي البطن اللي جابك واللي رباكي وأهلك وأبوك وأمك. أمانة عني تبوسي لي رأس أبوك ورأس أمك وتشكريهم باسمنا جميعا، لأنك أنتوا، أنت والشباب اللي معك منى ومحمد وغيركم، رفعتوا روسنا وخليتوا فينا أمل. الله يقويكم. الله يعزك. ان شاء الله رب العالمين. في شغله صغيره انا عاملها هيك لمنى، وانا عارف انها رح توصل لكل، هي منى رمز مش غير هيك، وان شاء الله توصل ل ل لابناء الحي، الشباب كله اللي عندكم، وربنا يقويكم يا رب. تحياتي، تحياتي دكتور جمال. سلامات. سلام. موطني، موطني. منى الكرد، بنت 23 عام. انت اللي حكيتي لنا ما تخافوش، انت اعظم من كل ابطال هوليوود لانك البطل الحقيقي. انت اثبتتي انه عدد الفلسطينيين 400 مليون عربي زائد احرار العالم. انت علمتينا درس انه الكلمه اقوى من الرصاصه، انه الكلمه ما بيقتلها سلاح. قل لي منى، كم تمنيت أن أكون منى. أنتم جيش، استمروا، هم نفسهم طويل، إحنا نفسنا أطول.